أول من عبر القناة وأول من أطلق النيران وآخر من أوقفها. وتلك قصة أبطال المجموعة 139 صاعقة الذين شكلوا بأجسادهم الصلبة حائط صد ضد دبابات القوات الإسرائيلية فمنعتها من التدخل في مراحل العبور وإقامة رؤوس الكباري. في بداية حرب أكتوبر صدرت الأوامر لإحدى كتاب المجموعة للإبرار جواً على مسافة 60 كيلومتر شرق قناة السويس. طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم القصص كثيرة جدا. منذ أيام كان في تكريم كبير جدا في الندوة الثقافية اللي شرفها بالحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة كان في مجموعة يعني يمكن كلنا اتشدينا ليها، المجموعة الخاصة بطبعا الصعقة، وقدموا الحقيقة فيلم تسجيلي، وبعدين المجموعة كانت موجودة على المسرح وكان في تكريم كبير جدا والقصص كتيرة. أنا عايز أعرف القصة من أصحابها. خلينا نرحب باللواء أركان حرب أحمد أسامة، هو قائد المجموعة رقم 139. أرقام دي مهمة قوي عند يعني الأبطال صعقة. طبعا هو أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر، واسم أبو عطوة ده كمان في أدبيات إسرائيل اسمها حقول المانجو، لأن احنا عارفين أن الإسماعيلية كانت تشتهر جدا بالمانجو. معاه أيضا هنا مشرفاني دكتورة مريم أحمد أسامة ابنة اللواء أركان حرب طبعا، وهو يعني قائد المجموعة 139 صعقة. اسمحي لي يا مريم أرحب بالقائد وأقول له منورنا في الاستوديو. الله يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. وأنا أتشرف إن أنا موجودة معاك النهاردة. الله يخليك ويبارك فيك. مريم منورانا. ميرسي. وعايزة أعرف كده من حضرتك أولا، يعني ليه المعركة دي يكتب عنها في التاريخ إنها من أشرس المعارك الجندي والدبابة؟ ليه سميت بأشرس المعارك؟ هي في عندنا حاجة في القوات المسلحة بنسميها اللي هو المقارنة القوات. قواتنا احنا وقوة العدو ايا كان تعمل فاتك، فجميع المقاييس ما كانش في نسبة بيننا وبين الجيش الإسرائيلي في المعركة دي. تمام. ومع هذا ومع هاتك كان لنا النصر فيها. والحته ودي المعركه دي كان يعني كان امل شارون حضرتك احد القاده الاربعه الكبار اللي حارب في الحرب اكتوبر، وحضرتك شارون كان حاطينه في الاخر عشان ده اللي هيخش الاسماعيليه. تمام. فبيقول له هو كان وصل فعلا كان بينه والاسماعيليه داخل مدرى الدبابه. تمام. حوالي 2 كيلو 2 كيلو ونص. ده مسافه قصيره قوي 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 قوي. وصل لكده فعلا حضرتك وصل لدي، انما جه المنطقه دي وقف. توقف. تمام. اتوقف اللي وقفوا ايه؟ انا هخش التفاصيل لو انت ولا ماشي اكمل. لا حضرتك كمل. اتفضل. انا حضرتك اصلا انا قائد مجموعه، كانت المجموعه عندنا في الصعقه في الجيش يقول لك اللواء، قائد اللواء. ايوه. اللواء ده بيبقى مشاه ومعاه كذا دبابه او مشاه ومعاه مدفعيه حاجه زي كده. عندنا صعقة على صعقة حرة. تمام. فمسؤول مجموعة. ومع هذا احنا 4 كتائب. فأنا قائد المجموعة 139 صعقة، كتيبة 103 صعقة، 133، 223. وبتاعتك معلش السن كبير فالاسم الرابع هجيبه لحضرتك حالا دلوقتي. تمام. فالمجموعة دي كان معمولة احتياطي قادة عامة وقادة مسلحة. ليه؟ لأن يعني كان لنا نوع من التفوق في البشر عن باقي المجموعة حتى بتاع الصعقة كمان. فبالتالي احنا عملنا عدا كتيبة منا في حرب أكتوبر. ليه احتياطي ده؟ هو إنه بلا مهمة. قاعدين بلا مهمة. أول يوم قتال، تاني يوم قتال، تالت يوم قتال، احنا قاعدين وفاتك كل يوم رايح للقادة الصعقة. قاعدين نعمل ايه؟ احنا جايين ايه؟ انتوا عايزين يبقى لكم دور طبعا مهم. يعني لغايه الاخر قال لي خلاص حصل. ايه حصل ده ايه؟ قلت انا احد يعني الثلاث افراد اللي عرفوا معاد المعركه. ليه؟ عشان من عندي كان طلع كتيبه اللي هي 183 اسمه، وطلعتني. ايوه. تمام.
اللي كانت بتعتمد صعقه دي كان اصلا مدربه ومعده لعمل ما انا ما كنتش عارفه ساعتها. لو عرفته بعد كده يعني. وهنا سريه المعلومات كانت مهمه حتى على افراد الكتائب. بقول لحضرتك ان احنا كونه يجي كتيبه ما زي ده ايه تمام؟ كتيبه كان يقودها واحد انسان مش طبيعي اسمه سمير عبد الرحمن زيتون رحمه الله. ومسالتك سمير عبد الرحمن زيتون ده حضرتك ايده اليمين كف ايده ده مقطوع. ومع هذا اتظلم واتخانق والكلام ده كله وقام جه عبد الكريم عامر صدق على انه يظل في القوات المسلحه. عايز يخدم يكمل خدمه. مصمم حضرتك رغم انه ايده ناقص ايد في ايده. الكتيبه دي كانت يعني سيادتك احدى ضرورات المعركه الحرب. مش عايز استفسر يعني تمت لحد ما يعني كانت الحقيقه يعني يعني انتم دخلتم وكملتوا النصر بيها. هي بدايه النصر وكل حاجه. اللي كان حاطط الخطه بتاعت المعركه وغيره الحرب تمام هو لم ياخذ حقه حضرتك في الدنيا تمام. الشاذلي الله يرحمه كان رئيس حرب القوات المسلحه. تمام سيادتك الراجل ده كان تحت الخطه وبالتالي الراجل ده اكثر من مره يجي لنا اثناء التدريب مع طياره الهليكوبتر بعربيته فاهم سيادتك علشان يحضر التدريب ده اهو واحنا مش فاهمين ايه الحكايه بالظبط. طبعا ما هو دي كان من الخداع الاستراتيجي اللي كان للحرب.